هم ملوك المدرجات الذين ينبغي للاعبين أن يدفعوا الأموال من أجل مشاهدة إبداعاتهم. هذا لسان حال الجماهير الجزائرية وهي تتابع الدربي العاصمي بين المولودية والاتحاد بملعب 5 جويلية، لا لشيء سوى للاستمتاع بهذه اللوحات الجميلة التي تفنن المنعرج الشمالي في تشكيلها، بينما اكتفى الفيراج زيد بالمشاهدة على غير عادته لأسباب قاهرة تتجاوزه. بالليل أرادها خطر بعد ربع ساعة فقط من صفيرة البداية، لكن مشروع الهدف الأول أجهضه بنبوط من على خط المرمى. أفضلية المولودية تواصلت وتمكن الجوهرة الزقرانة من هز شباك الاتحاد بعد ارتداد الكرة من الحارس ليضعها في المرمى معلنا تقدم العميد في الدقيقة 24. رد الاتحاد لم يرقى للمستوى ولم يشكل خطرا كبيرا على دفاعات المولودية التي وقعت المحظور بعد تدخل ثابت على كانو داخل منطقة العمليات، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب. هفوة أراد تصحيحها بالتسامح مع العمارة بعد هذا التدخل العنيف الذي أعلن على إثره نهاية الشوط الأول بتقدم العميد بهدف دون رد. المباراة استمرت برتابة نفسها، اللاعب العشوائي طغى على الصورة إلى أن ظهر بالليل الذي حاول تعميق الفارق بتسديدة قوية تصدى لها بنبوط بصعوبة بالغة. أشناوى ألهب مدرجات المنعرج الجنوبي ببركان من الشماريخ في الدقيقة 76، استمد منه اللاعبون البسالة للحفاظ على النتيجة إلى غاية صافرة الحكم التي أعلنت فوز المولودية بالدربي وتتويجها رسميا بلقب البطولة للمرة 8 في تاريخها، لتنطلق الأفراح في القصبة وببلواد ومختلف معاقل أشناوى الذين يمنون أنفسهم بالدوبل هذا الموسم.